هذه النشرة برعاية الكيشوان، إس مابلر، دنتالي. ثقة السويديين تتراجع بالحكومة والمعارضة وهيئة الصحة. الحرارة قد تصل إلى 34 درجة في بعض المناطق. أهلا بكم. الإصابات تتجاوز 60,000 بفيروس كورونا في السويد. اليوم السلطات الصحية أعلنت عن تسجيل 39 وفاة جديدة. عالم الأوبئة أندش تيغنل قال إن عدد الإصابات زاد لكن معدل الإصابات اليومية تراجع عن قبل. المسؤول الصحي عاد وأكد أن الوضع يسير بالاتجاه الصحيح حتى لو كان ببطء، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية خصوصا في فصل الصيف لأن عدد المراكز الصحية سيكون أقل من المعتاد. 9 من كل 10 من سكان السويد يلتزمون بالتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة للوقاية من عدوى كورونا. هيئة الصحة أوضحت في مؤتمر صحفي اليوم أن الكثيرين حافظوا على مسافات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل في حال الشعور ببعض العوارض، كما أن الكثير من الموظفين فضلوا العمل داخل منازلهم. الفئات العمرية بين 18 و29 عاما هي الأقل التزاما التعليمات الصحية وفق الهيئة. الثقة بكل من الحكومة والمعارضة وهيئة الصحة تتراجع عند السويديين. استطلاع جديد لصالح صحيفة داكنز نيهتر يظهر أن الثقة بإدارة الأزمة للحكومة تراجعت إلى 38% في يونيو، كما تراجعت بقدرة المعارضة على التعامل مع الأزمة إلى 20%. التراجع طال هيئة الصحة لتصل إلى 45%. يقدمون خدمات عناية طبية لمريض بكورونا دون أن يتخذوا أي إجراءات وقائية. هذا ما كشفته اليوم وسائل إعلام محلية لما جرى مع موظفين في خدمة الرعاية المنزلية ببلدية كارسكونا. كان اختبار كورونا أجري للشخص في اليوم السابق وجاءت النتيجة لتؤكد إصابته بينما كان الموظفون معه. هؤلاء لم يتلقوا سابقا أي معلومات عن احتمال إصابة الشخص بالمرض. مايوركا الإسبانية واليونان تتصدران وجهات سفر السويديين بعد إعلان السلطات السماح بالسفر الخارجي لعشر دول أوروبية هذا الصيف. شركات سياحية سويدية توضح أن الحجوزات زادت لسفر بعيد هذا الإعلان، والملفت أن الكثير من الحجوزات هي لرحلات المجموعات، ومع ذلك فإن الطلب ما زال أقل من المعتاد في هذا الوقت من السنة. رفع قيود السفر الخارجي سوف يبدأ تطبيقه الثلاثاء المقبل. موجة حارة تضرب البلاد تستمر طوال الأسبوع الجاري. مركز الأرصاد أصدر تحذيرا من الدرجة الأولى بخصوص درجات الحرارة المرتفعة جدا. التحذير من الدرجة الأولى يعني أن الحرارة القصوى ستتجاوز 30 درجة مئوية لمدة 3 أيام متتالية. الحرارة قد تصل في بعض المناطق إلى 34 درجة. إلى السوشيال ميديا، اقتراح الحكومة أن يدفع المزيد من العمال الأجانب المستخدمين من الخارج للعمل في السويد ضرائب اعتبارا من العام المقبل من أكثر الأخبار التي تفاعل معها قراء الكومبس. البعض رأى أنها ستزيد من فرص العمل للمقيمين في السويد، وآخرون رأوها أنها ربما تؤثر على الاستثمارات في البلاد. نتابع بعض التعليقات. نبدأ من فراس: على الرغم من أن القرار أتى متأخرا لكنه جيد لكي يحد من العمالة الأجنبية وتكون فرص عمل من الداخل. أما فالكون يقول: اقتراح جدا جميل بسبب استقطاب الأجانب، شباب مش لاقي شغل بالسوق البناء. أنا تخرجت في سنة 2013 إلى اليوم ما لقيت شغل للبناء بسبب رخص الأيادي العاملة من الخارج.
أما غزوان يوضح شيئا معينا ويقول: إخوان، المقصود بالعمال الأجانب هم حاملي جنسيات أوروبية أخرى يحق لهم العمل داخل السويد، مثال على ذلك بولندا، أستونيا، لاتفيا، رومانيا، اليونان، وإذا ما تحقق هذا الاقتراح فإنه بالتأكيد سيوفر فرص عمل أكثر لمن هم داخل السويد. إلى فيديوهات الكومبس: ألمانيا تعيد فرض الحجر على مستوى محلي بسبب تفشي فيروس كورونا في مسلخ غربي البلاد، حيث تم اكتشاف أكثر من 1500 إصابة، والذي نجم عنه ارتفاع المعدل العام للانتشار، أي انتشار الفيروس، إلى 2.8%. يأتي ذلك بينما تشتد المخاوف حول العالم من موجة ثانية من الوباء. وإلى هذا الفيديو الغريب: إطفاء النار بالمدافع. ففي روسيا قامت السلطات هناك بإخماد حريق اندلع في بئر النفط في سيبيريا باستخدام المدفع، وقام أفراد الطاقم بإطلاق النار صوب بئر النفط المشتعل الذي اندفعت من رأسه شعلة نار قوية، وذلك من مسافة 130 مترا. واستطاع رجال المدفعية إصابة رأس البئر بقذيفة واحدة فقط وفق وزارة الدفاع الروسية. دمتم بخير، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية الكيشوان، إس سي مابلر، دينتالي،